الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والحمد لله الذي امتن على عباده ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم إليهم وجعله نوراً هادياً لهم، وملأ قلبه صلى الله عليه وسلم حرصاً عليهم ورأفةً بهم، فقال في شأنه: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم، حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يأتي ختاماً للأسبوع الدعوي الذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بمدينة نصر، يأتي هذا اللقاء تحت عنوان فهم أحاديث السواك والقيام. ويحضر معنا هذا اللقاء من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور السيد حمودة مدير إدارة شرق مدينة نصر، والشيخ فتح الجهري مفتش إدارة شرق مدينة نصر. يحاضرنا في هذا اللقاء من علمائنا فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. هذه اللقاءات الدعوية التثقيفية التنويرية التي تشهدها مساجد مصر كلها، وهذا النشاط الدعوي المكثف يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحضور الكرام، هذا الأسبوع الدعوي الذي عقد بهذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى إنما هو أسبوع متعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله سبحانه وتعالى طاعته، الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى طاعته من طاعته عز وجل، فقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول ابن كثير عن هذه الآية: يخبر ربنا تبارك وتعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة عامة فيما جاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في سنته بأخبار صادقة، وتكلم صلى الله عليه وسلم عن غيبيات أطلعه ربه عليها، كما بيّن لنا صلى الله عليه وسلم في سنته أحكاماً ليست في القرآن الكريم، وفصل لنا صلى الله عليه وسلم في سنته ما أجمل في كتاب الله العزيز من أحكام. فالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب على كل مسلم. الحضور الكرام، والآن نستمع إلى هذه الكلمة
من فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ونسألك يا ربنا أن تجعل جلستنا هذه خالصة لوجهه الكريم، وأن تفتح علينا فيها فتوح العارفين، وأن تتقبلها منا، إنك أنت على كل شيء قدير. وبعد، فنتكلم معكم إن شاء الله حول أحاديث القيام. وقبل الحديث عن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام، أود أن أشير إلى نقطة مهمة، ألا وهي أن النصوص الشرعية، سواء كانت نصوص قرآنية أو نصوص نبوية، لها مقاصد ولها أهداف ولها غايات. يعني إيه باختصار؟ يعني كل نص قرآني أو كل نص نبوي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له مقصد، له هدف. فلما نيجي نقرأ القرآن أو نقرأ السنة النبوية المطهرة، فلازم عين تكون على النص وعين على المقصد، ولا أقف على ظاهر النص. يعني أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث ده، قال الحديث ده ليه؟ وإيه اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزنا نعمله ونحققه من وراء هذا الحديث؟ وكذلك القرآن الكريم. فكل نص له مقصد أو له هدف. ما ينفعش إن أنا أقرأ النص وفقط وأفسر النص على ظاهره دون فهم مقصد ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الله من هذا النص الشريف، سواء كان نص قرآني أو نص نبوي. الأمر الثاني، إن إحنا عندنا بعض النصوص خاصة في السنة ظاهرها التعارض. تعارض يعني ايه يا جماعه؟ يعني الاثنين كده ضد بعض. واحد حديث يقول لك حاجه وتلاقي حديث ثاني يقول لك ضد الحاجه دي. في الحاله دي نعمل ايه؟ هل فعلا النصوص عندنا فيها تعارض؟ مستحيل. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. انما الاشكاليه فين؟ يحل الاشكاليه دي سيدنا الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: لا تعارض بين نصوص الشرع الشريف. ما فيش حاجة اسمها حديث بيصطدم مع حديث أو حديث ضد حديث، ما فيش الكلام ده. إنما التعارض يحدث في أذهاننا نحن لجهلنا بمراد ومقصد النبي صلى الله عليه وسلم. التعارض بيجي مننا إحنا بسبب جهلنا بمقاصد النصوص القرآنية والنبوية. من هذه النصوص اللي في ظاهرها التعارض أحاديث القيام. القيام يعني إيه؟ يعني إحنا نقوم لأي شخص يدخل علينا. في حديث أو في أحاديث من هذه الأحاديث سيدنا النبي نهى عن القيام، وقال: من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي يحب إن الناس تقف له لما يجي داخل عليهم يبقى ده في النار والعياذ بالله. وفي رواية تانية يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل في مرة من المرات على الصحابة الكرام، فقام لهم له الصحابة فنهاهم النبي عن ذلك وقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، فإنه يعظم بعضهم بعضا. تروح في حديث تاني في رواية تانية إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة الكرام، فدخل عليهم سيدنا سعد بن معاذ الصحابي الجليل، فقال النبي لصحابته: قوموا لسيدكم. وفي رواية: قوموا إلى خيركم. يبقى عندي حديث النبي بينهانا فيه عن القيام، وحديث ثاني هو بنفسه بيؤمر الصحابة إن هي تقوم لسيدنا سعد بن معاذ. فهل هنا في تعارض؟ قال: لا، ما فيش تعارض.
التعارض جاء في ذهننا احنا، لان احنا وقفنا على ظاهر النص دون الغوص ومعرفة مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول وفي الحديث الثاني. في حديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام، والنهي هنا متعلق بشيء وراء النص، وهو حب التعظيم، حب الإجلال، من أحب أن يمثل له الناس قياما. الشخص اللي عنده تكبر وتعالي وتفاخر على الناس وبيحب إن الناس تعظمه وتقوم له، هذا شخص متكبر، هذا شخص متعالي على خلق الله عز وجل. فالنبي أراد أن يعالج هذا المرض في نفوس الناس، محدش يحب إن حد يقفله حتى لا يصاب بالكبر أو بالغرور. طيب في الحديث الثاني لما أمر الصحابة أن هم يقوموا لسيدنا سعد بن معاذ، ده قيام تقدير واحترام لإنسان صاحب فضل، زي ما المدرس كده يدخل علينا في الفصل فالتلامذة يقوموا له. التلامذة بيقوموا له بنية إيه؟ بنية إن هم بيقدروه وبيحترموه، زي أنت ما تدخل مثلا البيت فابنك يقوم لك من باب التقدير والاحترام. هنا النية اللي هتفرق والمقصد اللي هيفرق، أنت بتقوم بنية إيه؟ فلما نقوم لواحد أو لشخص بنقوم له من باب التقدير والاحترام، وإن هو شخص له فضل علينا يستحق مننا إن احنا نقدره ونحترمه، مش بنقوم للشخص ده من باب التعظيم والتفخيم والتعالي. طيب هنا برضو سيدنا النبي في بيعالج نقطة معينة بين الشخص والشخص المقابل. أنا لما أدخل على حد المفروض أحاسب نفسي من جوايا على نيتي وعلى مقصدي، أنا عايز الناس تقوم لي ولا لأ؟ فهنا ربنا هيحاسبني على المقصد ده، يبقى لازم أنا من جوايا ما أحبش الكلام ده، مش عايز الكلام ده. لكن لو الناس يعني من أدبهم واحترامهم قاموا، خلاص هذا أمر يرجع إليهم، ولازم نتعامل كلنا بالمنطق ده مع بعض. أول حاجة الشخص اللي بيتفضل على الناس بشيء أو بيساعد الناس بشيء أو بيقدم جميلة في حد، المفروض إن هو بيعملها خالصة لوجه الله الكريم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيه؟ جزاء ولا شكورا. فصاحب الفضل دايما ما ينفعش يشوف نفسه على خلق الله، وما ينفعش ينتظر رد فعل من الناس. قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أنا مش عايز مدح حتى منك، لا أنتظر منك كلمة شكرا، لا أنتظر منك إنك أنت ترد لي الجميل أو أي شيء. ليه؟ لأن أنا بعمل الجميل ده وبعمل الحاجة دي امتثالا لأمر الله عز وجل وبنية إرضاء الله عز وجل، فأنا بعمل الحاجة دي لربنا في المقام الأول مش ليك. فهنا الشخص اللي بيعمل شيء بيساعد به غيره أو بيكرمه بحاجة أو بيتفضل عليه بحاجة، أيا ما كانت الحاجة دي بيعملها لله عز وجل في المقام الأول. وده يا جماعة بعد ما تصلوا على النبي هذا دليل الإخلاص لله عز وجل. بعض الناس مثلا لما يعمل جميلة في حد أو يعمل حاجة كويسة في حد، والحد ده يقابل هذا المعروف بالإساءة أو بالنكران، ينكر هذا الجميل، وأحيانا يسيء إلى الشخص اللي عمل فيه معروف وأحيانا يؤذيه، فالشخص اللي عمل المعروف ده يتضايق قوي، ويقعد بقى يأنب نفسه، وأنا اللي عملت معاه كذا وكذا وكذا، وأنا لو أعرف كده ما كنتش عملت معاه أي حاجة. يبقى إذن ده شخص مش مخلص، لأن هو ما عملش الحاجة دي لربنا. لو عملت الحاجة دي لربنا مش هتنتظر أي حاجة أو أي شيء من الشخص اللي أنت عملت له، ولو رد لك الإحسان بالإساءة أو نكر جميلك ولا يشغلك، أنت عملتها لربنا وخدت ثوابك من ربنا بغض النظر عن العباد. فده دليل علامة الإخلاص على الفعل، انك انت بتعمله لوجه ربنا مش منتظر اي شيء. الامر الاخر بالنسبه بقى للشخص المقابل او الشخص اللي اتعمل فيه الجميل، وظيفته في هذه الحاله ايه؟ ان هو يكون انسان مؤدب ويكون انسان ذوق وعنده اخلاق، ويرد الجميل بجميل تاني، او على الاقل بالشكر أو بالدعاء، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه،
فإن لم تستطيعوا فادعوا له. يعني النبي بيعلمنا لما حد يعمل معك معروف، أنت كالشخص اللي اتعمل فيك المعروف واجب عليك شرعا أنك أنت ترد المعروف ده أو تكافئ بالمعروف ده أو على الأقل تدعي. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. يعني شوف شوف جمال الشريعة بتاعتنا وعظمة الدين بتاعنا، إن ربنا ربط الشكر بيه بشكرك للناس. لا يشكر الله من لم يشكر إيه؟ الناس. يعني لما حد يعمل فينا جميلة أو حد يعمل فينا معروف أو حاجة كويسة، واجب شرعا علينا إحنا اللي اتعمل فينا الجميلة دي إن إحنا نشكر الشخص ده. وشكرنا للشخص ده وتقديرنا واحترامنا ليه على الجميل اللي عمله ده من باب شكرنا لله سبحانه وتعالى. طب إذا ما شكرناش الشخص اللي عمل فينا المعروف، يبقى إحنا كده بننكر الجميل وبنكحت شكر الله سبحانه وتعالى، وكأننا ما بنشكرش ربنا. وربنا بيقول: لئن شكرتم إيه؟ لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مقام الشكر ده يا جماعة مقام عالي جدا، سواء شكرك للناس أو شكرك لربنا، لأن شكرك للناس هو من باب شكرك لله سبحانه وتعالى. الشكر العلماء بيسموه كده حافظ جالب. الشكر إيه؟ حافظ وجالب. حافظ يعني بيحفظ عليك النعمة اللي انت فيها، فلما تشكر شخص لأن هو عمل فيك جميلة أو نعمة، ربنا يحفظ عليك النعمة اللي انت فيها. ولما ربنا يديك نعمة وتشكره، ربنا يحفظ عليك النعمة اللي انت فيها. وفي ذات الوقت يجلب الله ويزيدك الله سبحانه وتعالى من نعمه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر يحفظ النعمة وبيزودها كمان. فهنا سيدنا النبي بيعلمنا حاجة مهمة جدا، إنك لما تعمل معروف ما تنتظرش أي شيء من الشخص الثاني. وفي نفس الوقت الشخص اللي اتعمل فيه المعروف وجب عليه شرعا أن يشكر مرضاة لله سبحانه وتعالى. فهي بالضبط زي أحاديث القيام كده. أحاديث القيام سيدنا النبي يقول لك: أنت كشخص لا تتعالى على الناس وما تخليش نفسك متكبرة بحيث أنك أنت تحب الناس تقوم لك، ولو الناس ما قامتش ليك وانت داخل عليهم تتضايق وتتغاظ منهم، يبقى أنت كده عندك كبر، والكبر ده مرض خفي والعياذ بالله. وفي نفس الوقت سيدنا النبي بيعلمنا لما يدخل عليكم حد صاحب فضل وحد صاحب جميل وحد صاحب معروف، المفروض أنكم أنتوا تقدروه وتحترموه وتقوموا ليه من باب التقدير والاحترام وليس من باب التعظيم والإجلال. الموضوع ده فيه مجاهدة نفس شوية، خاصة يعني لو إنسان صاحب وجاهة أو صاحب مال أو يعني مسؤول في شركة أو في مصنع أو في مؤسسة معينة، موضوع محتاج مجاهدة، إن أنا أجاهد نفسي إن أنا ما أحبش من جوايا إن الناس تقوم لي. كون الناس تقوم لي من نفسها ده أمر طبيعي، ليس علي حرج فيه، معليش ذنب ولا حاجة، لكن إن أنا أحب من جوايا إن الناس تعظمني والناس تجلني والناس مش عارف إيه، ده أمر محتاج مجاهدة شديدة، لأن هو بينطوي على أكبر مرض باطني يصيب الإنسان وهو الكبر والعياذ بالله. إيه ذنب إبليس اللي خرجه من الجنة؟ إبليس عمل ذنب واحد اللي هو ده الكبر الخفي، قال أنا خير منه. إبليس كان من عباد الله سبحانه، كان عابد جدا بيعبد ربنا مع الملائكة، لكن لما جت للحتة النفسية دي اللي هي من جوه كشف إبليس. أمره الله أن يسجد لآدم فأبى وامتنع، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حتة الآن دي هي المشكلة اللي عند بعض الناس، فلازم كل واحد يكسر نفسه في الحتة دي ولا يتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى ولا يتكبر عليهم، لا بعلمه ولا بماله ولا بجاهه ولا حتى بعبادته، لأن دي برضو بقت مشكلة عند بعض الناس للأسف المتدينين تدينا ظاهرا. بعض الناس المتدينة تدين في الظاهر، عندهم حتة تعالي أو كبر على خلق الله سبحانه وتعالى لمجرد أنه هو متدين في الظاهر، لمجرد أنه هو بيصلي، لمجرد أنه هو بيصوم، لمجرد أنه هو كذا. ودي مشكلة للأسف أصبحنا بنعاني منها في مجتمعاتنا دلوقتي، وحتة ادعاء التدين دي من تلبيسات الشيطان على الناس.
لان ما حدش ادعى التدين والالتزام. كونك تدعي انك انت ملتزم ده فيه كبر خفي، فيه تعالي على الناس. الصحابة نفسهم ما عملوهاش. الصحابة كانوا بيخافوا على نفسهم من أخطر وأكبر جريمة، وهي جريمة النفاق. قال أحد السلف الصالح: أدركت 130 من الصحابة كلهم يخافون على أنفسهم النفاق. مش خايف على نفسه المعصية ولا الكلام ده العادي بتاعنا، ده خايف على نفسه من أكبر جريمة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالصحابة الكرام لم يدعوا الالتزام، وإحنا لمجرد، أو بعض مننا للأسف لمجرد إن هم بيعملوا ألف به دين بيدعوا الالتزام وبيحتقروا خلق الله من غير من أصحاب المعاصي أو غيرهم. ما حدش يعرف نهايته إيه، إنما الأعمال بالخواتيم. إنما كل واحد فينا يسأل الله الثبات، إن ربنا يثبتك. ربنا قال كده: أن تزل قدم بعد ثبوتها. ففي ناس أقدمها هتزل بعد ما كانوا ثابتين وبعد ما كانوا في الظاهر متدينين، بس ليه ربنا هيزل أقدامهم بعد ثبوتها؟ لأن عندهم الكبر الخفي، عندهم التعالي. ده أنت حتى التدين بتاعك اللي بتعمله مش من عندك، إنما بتوفيق الله عز وجل لك. يعني صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، ده نحمد ربنا إن ربنا وفقنا لهذه الأعمال. إنما لو علينا إحنا: إن النفس لأمارة بالسوء. فهنا لازم الإنسان يجاهد نفسه في الحتة دي كويس، ويراقب نفسه في حتة التعالي والكبر، ولا يتعالى ولا يتكبر على أحد من خلق الله أيًا ما كانوا، حتى لو هو مين. خاصة التعالي والتكبر بالطاعة، التعالي والتكبر بالطاعة دي من تلبيسات الشيطان الخبيثة، واللي هي خرجته من طاعة الله ومن جنة الله سبحانه وتعالى. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور هاني تمام على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي بعنوان: فهم مقاصد أحاديث القيام والسواك. الحضور الكرام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الحضور الكرام، السنة النبوية مكانتها عالية، فهي الوحي الثاني في الدين، والمصدر الثاني للقرآن الكريم في التشريع، فهي المفسرة للقرآن الكريم، والمبينة له، والشارحة لأحكامه، والمقيدة لمطلقه، والمخصصة لعامه. يقول ربنا سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله كما قال العلماء هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فاللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. والآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بمدينة نصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، في مبدأ كل أمر ومنتهى: اللهم كن عونا ومعينا وناصرا ونصيرا لإخواننا في فلسطين، ورد المسجد الأقصى سالما غانما إلى ديار المسلمين، واكتب لنا صلاة فيه قبل الممات.
وبعد فاسمحوا لي أن أرحب باسم رواد المسجد ومجلس إدارته بالمنصة الكريمة الإذاعي القدير والأخ الحبيب الأستاذ محمد جمعة والصديق العزيز والأخ المحترم الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر والسادة الأكابر من أهل العلم من أشياخنا من قيادات وأئمة وعلماء وزارة الأوقاف وبحضراتكم جميعا في هذا المسجد العامر، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه الإخلاص. الحقيقة طوف بنا شيخنا في فهم مقاصد السنة النبوية وهو يتحدث عن حديث سيدنا رسول الله لصحابته الكرام: لا تقوموا إلي كما تقوم الأعاجم. تذكرت موقفا رائعا يؤكد ما قاله فضيلة الدكتور، ألا وهو موقف سيدنا حسان بن ثابت لما قال النبي: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فوقف حسان، فقال النبي: يا حسان، ألم أقل لكم لا تقوموا إلي كما تقوم الأعاجم لملوكهم؟ فقال حسان: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، فكيف لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم؟ فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابتسم، والابتسامة إقرار بفعل الرجل، وهذا ما أكد عليه أستاذنا في كلمته. أما عن السواك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بالغ في اهتمامه به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وعن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنهما قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بما يبدأ؟ قالت: بالسواك. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. إذن عود الأراك كان له شأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن هذه الأحاديث كان يقصد هذه الشجرة بعينها؟ لا والله، إنما المقصد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لأنه صلى الله عليه وسلم كان رائعا في كل شيء، في مشيته، في نظافته، في طريقته، في كلامه، في وقفته، في جلسته، في رائحته، وكان يحب العطر صلى الله عليه وسلم، وينهى الناس أن يذهبوا إلى المصلى وهم يأكلون الثوم أو البصل. وبالطبيعة أو بالتبعية جاء العلماء في زماننا بالقياس الفقهي فنهوا الناس أن يذهبوا إلى الصلاة في المسجد إذا كان على سبيل المثال ممن حصلت له العدوى بكورونا أو غيرها، للحفاظ على النفس أو لحفظ النفس، والتي هي مقصد من مقاصد الشريعة. وعلى هذا الأساس تعلمنا من أشياخنا في الأزهر الشريف من أدوات صناعة الفتوى فهم النص وإدراك الواقع وإسقاط النص على الواقع، لأن الواقع تغير بتغير الزمان. ففي زماننا قام مقام السواك المعجون والفرشاة، وأصبحت الآن متاحة في الصيدليات وفي المحلات وغير ذلك. هل تقوم مقام السواك؟ نعم، لأن الأصل طهارة الفم والنظافة والرائحة التي تدخل الفرح والسرور على المسلم. ومن هنا فإن مقاصد الشريعة ومقاصد السنة تحاكي التطور والأزمنة المتغيرة،
أستاذنا الإذاعي المحترم الأستاذ محمد جمعة بدأ الكلمة بأن السنة فصلت ما أجمله القرآن، ومرونة السنة تتعامل مع كل زمان ومكان كالقرآن. القرآن في بلاغته ومع كلماته وأسلوبه يخاطب رائد الفضاء وساكن الصحراء، ويخاطب الأمي، ويخاطب العالم، ويخاطب الصانع، ويخاطب الفلاح، وكلهم يفهم مراد القرآن على مراد الله عز وجل. مع اختلاف أجناسهم وأشكالهم وثقافاتهم، بل وربما ولغاتهم، تجد الإمام في الحرم الشريف، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا زيارة عاجلة إلى بيته الحرام، وأن يأذن لنا بالوقوف على جبل عرفات هذا العام، يخاطب على المنبر باللغات المختلفة وبالألوان المختلفة وبالأشكال المختلفة وبالجنسيات المختلفة، وكلهم يفهمون مراد الله. وهكذا جاءت السنة، وهي الحكمة التي تفصل ما أجمله القرآن لتبين هذه المعاني لكل الناس، كل على حسب مكانه وسكنه وفهمه وعقله، وكلهم يفهمون وينهلون، وكلهم من رسول الله ملتمس. إذن مع تغير الأزمنة وتطورات العصور، فإن الشرع الشريف يحاكي هذه الأزمنة وهذا التطور، ولذا فإن الفقهاء الآن يجلسون على منصة الفقه ليجدون الاستنباط والقياس لأجل التعامل مع مثلا الميتافيرس وكيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة. لكن الأسس في الدين ثابتة، ومن ثم ننادي بتجديد الخطاب الديني والتجديد. هذه الكلمة زي ما سيدنا الدكتور قال كده، بعض الجماعة اللي هم بيتظاهروا بالتدين الظاهري، الكلمة دي حساسة بالنسبة لهم، أو بتعمل لهم كده نوع من أنواع الإيه؟ القلق كده، يقولوا دين إيه اللي عايز يتجدد؟ هو الدين فيه تجديد؟ طبعًا. ده سيدنا النبي اللي قال كده، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. ليه؟ لأنه لم يكن في عهد النبي لا تصويرات ولا تليفونات ولا نجف ولا مراوح ولا تكييفات ولا مايك ولا ملابس ولا ساعات ولا 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 ولا. كيف نتعامل مع هذه الأشياء؟ إذًا فهم المقاصد هو الأهم من الوقوف على ظاهر النص. ومن هنا فإن وزارة الأوقاف رأت أن من واجبها أن تقتحم هذه المعركة في بناء الوعي لبناء العقول، وهو الأولى من بناء الجدران، فالإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد. ومع ذلك نسير في خط متوازي في إطار صحيح للتجديد وبناء العقول والإعمار والفهم السليم وفهم المقاصد وإعمار الدنيا ومحاكاة الواقع، ونسير نسبق بخطوات كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل مع صحابته الكرام. في غاية السعادة أنا لهذا الجمع الكريم وهذا الحضور المشرف، والله أرى في نفسي أنه لا يجوز لي أن أتحدث في حضرة الأكابر، لكنني قلت سالفا أن الهدهد قد تحدث بين يدي سليمان، وهذا إن دل فإنما يدل على أن من حق الصغير أن يتحدث في حضرة الكبير حتى يتعلم منه. خالص شكري وتقديري واحترامي لحضراتكم جميعا، ولمجلس إدارة المسجد، وللسادة الأكابر من أهل العلم، ولوزارة الأوقاف على هذه الجهود وهذا العمل العظيم. ويعني جمهور المسجد كل شوية يقول لي إن دي أول مرة من 50 سنة المسجد يحصل فيه حاجات زي كده، ويحصل فيه خطبة الجمعة تصور على الهواء، ويحصل فيه أسابيع ثقافية. والحمد لله أن قدر الله تعالى هذه الأمور في هذا الزمان وفي هذا الوقت لبناء الوعي ولبناء العقول وللمشاركة في بناء الجدران وبناء الإنسان معا في وقت واحد. واسمحوا لي في ختام اللقاء أن أشكر الجنود المعلومة وليست المجهولة، عمال المسجد، لأنهم منذ اليوم الأول للأسبوع الثقافي يقفون على أقدامهم منذ الصباح الباكر لتهيئة المكان وتجهيز المكان، وبعد انتهاء الأمسيات أيضا يقفون على أقدامهم
إعادة المكان إلى أصله، فمن أعماق قلبي ونبضات وجداني وسواكن ضميري أشكرهم شكرا جزيلا على ما بذلوا وما قدموا، وأشكر حضراتكم جزيل الشكر والتقدير. أسأل الله جل وعلا أن يكون عونا ونصيرا وناصرا لنا جميعا ولإخواننا في فلسطين، وأن يلطف بإخواننا في شتى ربع الدنيا، وأن يرد المسجد الأقصى سالما غانما إلى ديار المسلمين، وأن يكتب لنا صلاة فيه قبل الممات. يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام. يا عالما لا يعلم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمود الأبيدي على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي تناول فهم مقاصد أحاديث السواك والقيام. وليس بغريب على مصر بلد الأزهر وعلمائها الذين نحن بينهم الآن هذا الفهم الصحيح النابع من وسطية وسماحة ويسر هذا الدين العظيم. وفي المقابل، إن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه العزيز، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي من جملة الذكر الذي تكفل الله عز وجل بحفظه، لأن الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين، والتشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تشكيك في الدين. لكن نحتاج كما استمعنا في هذا الوقت القصير من علمائنا إلى فهم يتناسب مع واقعنا لقرآننا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز باتباعه وطاعته ودخل في زمرة أتباعه. جعلنا الله وإياكم منهم، وجعلنا الله وأكرمنا بكرمه وجوده وإحسانه أن جعلنا من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفاً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. فاللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. في الختام، نتوجه إلى فضيلة القارئ الدكتور ماهر الفرماوي قارئنا لهذا اللقاء بالشكر، وإلى علمائنا فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بمدينة نصر، وإلى مبتهلنا الذي سنستمع إليه الآن فضيلة المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. تقبلوا تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.